السلام عليكم. حيانا الله تشفنا بطل افريقيا الوداد البيضاوي في جحيم كازابلانكا يدافع امام الفرق الافريقيه. الى اين تقود الوداد البيضاوي هي المهدي النفطي. فوز بشكل انفوس لبطل افريقيا الوداد البيضاوي بمدينه الدار البيضاء وثلاث نقاط الاولى للوداد. نخليكم مع ملخص المباراه. كيف العاده ما تنساوش لايك، خليونا الراي ديالكم في التعليقات. فرجه ممتعه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليو لي الراي ديالكم في التعليقات، باش تخلوش عليا بالراي ديالكم. ناس مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.